بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مدرسة عبد الله بن رواحة الابتدائية للبنين أن تقدم لأبنائها مراجعات لمادة العلوم، مراجعة الوحدة الثامنة الأسنان والتغذي. ما تركيب الأسنان؟ تتركب الأسنان من التاج والجذر، ويتركب التاج من المينا العاج اللب. ما أنواع الأسنان بحسب الوظيفة؟ 1 القواطع، ووظيفتها تقطيع الطعام. 2 أنياب، ووظيفتها تمزيق الطعام. 3 الأضراس، ووظيفتها طحن الطعام. ما أنواع الأسنان بحسب عمر الإنسان؟ الأسنان اللبنية، وهي أسنان بيضاء مؤقتة وعددها 20 سنا. الأسنان الدائمة، وهي الأسنان التي تظهر بعد الأسنان اللبنية وعددها 32 سنا. ما أسباب تسوس الأسنان؟ 1 المشروبات الغازية، 2 المشروبات الباردة، 3 المشروبات الساخنة. ما هي طرق المحافظة على الأسنان؟ 1 زيارة طبيب الأسنان مرة كل 6 أشهر. 2 تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة. 3 استعمال الماصة مع المشروبات السكرية. 4 تناول أطعمة تعمل على تنظيف الأسنان. كيف يتناسب شكل أسنان الحيوان مع نوع الغذاء الذي يتناوله؟ آكلات اللحوم لها نابان بارزان. آكلات الأعشاب منطقة لحمية صلبة في الأمام. القوارض لها قواطع وأنياب وأضراس. ما هي أعضاء الجهاز الهضمي؟ وما وظيفة كل عضو؟ كما يظهر في الشكل، الفم ووظيفته تقطيع الطعام وتحليل بعضه. المريء ووظيفته يصل بين الفم والمعدة. المعدة ووظيفتها هضم الطعام. الأمعاء الدقيقة ووظيفتها امتصاص المواد المغذية. الأمعاء الغليظة ووظيفتها امتصاص الماء من الطعام غير المهضوم.